15 في 12 مدينة الرستان، أحد البيوت المنكوبة في هذه المدينة. مرحبا يا حجي. أهلين يا أهلين. شبي شو انهدت البيوت علينا؟ الله يهدي الحال، صرنا 40 سنة بنروح بالدولة بدي كابشار وبعدين هاد البيوت علينا. حبس ولادنا لي سنة وثلاث أشهر ما شفت بناي. شو بدي أتذكر إسا؟ خلصنا ما عندي ذكر جي. طيب جيت نشتري هلا، شو جاهز نشتري شتوية؟ ما فيش، كله هدام. ابنك معتقل يعني؟ معتقل انه سنة وثلاث اشهر. دين الله يا حجي، دين الله. شو بتحبي تجي رسالة اللي بدي اشوفيه؟ الله يقويه. اجي الحربة كيف بحمينا شوي. ان شاء الله. 15 داشة.